أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021. في البداية شكرا لحضراتكم على تفاعلكم وتواجدكم وتعليقاتكم البناءة اللي بتبع على كل الفيديوهات، وده الحمد لله بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف اللي بتقدمه. تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو كنت أول مرة تسمعني، وأتمنى أن أنت تشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر قدر من الناس وتوصل الاستفادة لكل الناس. وزير التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الإعدادي، طبعاً الاستمارة الإلكترونية اللي كانت مشكلة كبيرة السنة اللي فاتت، واللي هي أخرت تنسيق أولى ثانوي. عشان كده السنة دي الاستمارة الإلكترونية نزلت بدري، هتبدأ الاستمارة الإلكترونية خلاص من 9/12 وهتستمر لغاية 21/12، فكده قدامك فترة قليلة عشان تعمل استمارتك الإلكترونية، تتابع مع المدرسة بتاعتك كل طلاب وطلبات تالتة إعدادي. الكلام موجه ليكو لأن الاستمارة دي مهمة، ومش هتقدر تنسق ولا تعمل تنسيق السنوية ودخولك ثانوي عام بدون الاستمارة دي. دي كانت أولى قرارات وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم كمان لطلاب ثانوي بتأكد إن الامتحانات الإلكترونية ولا راجع عن هذا القرار، يعني خلاص كده بنسبة 1000000% الامتحانات الإلكترونية مش هترجع ورقية أبدا، ولا حتى هتبقى بأي نظام آخر. طبعا النظام بس هيكون نظام مختلف بالنسبة للمنازل، في فرق بين امتحانات العام والمنازل. المنازل هتكون ورقي، أما العام هتكون إلكتروني. والمنازل مش هتيجي من وزارة التربية والتعليم، هتيجي من المديريات، يعني هيوضعها الموجهين. أما الإلكتروني دي هتبقى من وزارة التربية والتعليم. ده بالنسبة للامتحانات، وامتحانات أولى وتانية ثانوي هتكون مطابقة لنفس امتحانات تالتة ثانوي، يعني خلاص كده الامتحانات كلها هتكون اختيارية، امتحانات هتكون اختيارية. كمان الوزارة وضحت إن امتحانات أولى وتانية وتالتة ابتدائي خلاص مفيش امتحانات، وهم هياخدوا اجازات بدءا من الامتحانات، يعني اول ما تبدأ الامتحانات بتاعت امتحانات النقل هيبقى في اجازات لكل مراحل اولى وتانية وتالتة ابتدائي. طبعا الجدول الوحيد اللي اعلن حتى الان هو جدول رابعة ابتدائي، وهو يبقى 15 يناير وينتهي 20 يناير باستثناء يوم 19 يناير، وهتستكمل الامتحانات بعد هذا التاريخ كما وضحت وزارة التربية والتعليم. دي كانت كل القرارات اللي اتكلم عنها وزير التربية والتعليم اليوم. شكرا لحضراتكم، ولو في أي تعليق صبهولي وأنا برد بقدر الإمكان على كل التعليقات. شكرا لحضراتكم.